الجيش المصري ضد الخونة وضد الإرهابيين، ونقف معاهم في كل مكان، ونطالب الشعب المصري ونطالب القيادات وضد المصالح الرفاهية انها تبلغ عن اي واحد عميل الخلايا النايمه. شباب السن الصغير او الشباب، شباب القلب الناس الكبيره، احنا مستعدين دلوقتي حالا نروح لبنود نفسينا ونكون معاهم ايد بايد، لان الوطن ومصر تستحق مننا اكتر من كده. ونقول المتاسلمين اللي بينادوا باسم الاسلام، جنودنا اشرف جنود، احنا جايين عشان كده، ومش هنمشي الا لما تلبى مطالبنا في ان احنا نلتحق بجيشنا المصري. النهارده التجمع الشبابي المحترم دوت من كل محافظات مصر متجمعين عشان نوصل رساله للقياده العليا للقوات المسلحه ولرئيس الجمهوريه وللشعب المصري ان شباب مصر دائما على قلب رجل واحد. شباب مصر لن يترك دماء الشهداء التي راحت هباء على ايدي مجرمين مجرمي الارهاب. شباب مصر قاطع على تضحيه. الاجراءات اللي تم اتخاذها من اجتماع مجلس الدفاع الوطني الى الان هي اجراءات حاسمه واجراءات ضروريه، اعتقد انها جاء الوقت لتنفيذها. سيناء سوف تطهر، سيناء سوف تحرر من الارهابيين. الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم.